السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فلوق جديد في عشيه العيد ان شاء الله. كما كتشوفوا صورت معكم الصباح وحطيت لكم الاجواء ديال العيد صراحه كيفاش دازوا، ودابا ان شاء الله انا غنحط الحمه في الثلاجه اللي قديناها، ودابا هزا الكبده شويه منها وداك الشيء ماشيين عند الصديقه ديالي باش ان شاء الله نعيدوا مجموعين ونديروا اللمه ديال الحباب ونحسوا بالجو ديال العائله، هذا هو المهم. ودابا كما كتشوفوا انا لابسه واحد الجليبه جوهره، واهم حاجه ما تنسوش الزي التقليدي في نهارات بحال هادو، صراحه انا كنستغل الفرصه ونلبسو. داي معايا شويه ديال الكبده، شويه الطيحان، هذا الكرشه بغينا نصايبو التقليه، وداي معايا واحد البتيتيخه وشويه ديال الخبز. صافي هنا داك الحولي ما صراحه ما درنا ليه حتى حاجه، ان شاء الله حتى الغدا غادي نشوف شنو غنديروا به. صافي خونا لواحد البلوصه وواحد الطيحي معقسمناه على ربعه، حطينا شي فوق شي. قلت لكم كنستغل زعما هكا الاعياد والمناسبات، ولا الا كنت معروضه عند شي صديقه ديالي كنبغي نلبس فيها هكا الزي التقليدي. كما كتعرفوا هنا يعني نادرا فاش كنلبسو، وهذا هو. وصراحه حاولنا زعما نديرو كل شيء بحال رحنا في المغرب، اللهم لك الحمد. وهكا البنات دابا ان شاء الله حنا غاديين، هذه الجلابه اللي كنلبسو، وكنتمنى لكم هابي عيد. حنا في الطريق، ايوا ان شاء الله في العشيه غادي نشارك معكم تشوات الدراس انا وصديقتي، وهذا وغادي نديرو التقليه وبولفاف هو اللي الناس كلهم تيديروا في النهار الاول ديال العيد، وغدا ان شاء الله نفوروا الراس. المهم انا غنصور لكم كلشي، تابعوني وما تنساوش تدعموني. حتى الزوج ديالي راه لابس التقليدي. دابا حنا جينا نشويو طيبات ديال الدجاج والكفته، عاد ان شاء الله في العشيه نديروا البولفاف والتقليه، راه النهار باقي طويل ياك صغر عندك شويه في الفوق. او ماي جاد هون عندك، هنا كنديروا الكفته زوين. هذاك اللي كتصايبو شكون هذا الراجل؟ ايوا دابا حيتي طيبو. جيت عند صاحبتي لقيت لحد كاكا تصوت الراس ديالها، ها الراس وها الكريعنات، انا باقيين تنتغدا وعاد نصوتوهم نكملو. تعاونا حيت ما عندناش الرابوز كنصوتو عليه غير السوسوار. باش كيوقد لينا الجمر مزيان. نعم حبيبي، انا وبابا شريناها ماشي ماما وماما. بلا شويه. ودابا اختكم رميسه راها مقفضه دايره الطبليه، ودابا عمرنا واحد الدري اللي داتاي، ودابا غنقلبو. نشوفو القطيبات ونمشيو ناكلوهم، وهانتوما معانا. وهنايا درت هاد القفيطين بالرندة مخيط بالكورمي خفيف وصالح. غادي نقلبهم عليه دابا، حنا شويناهم غنديوهم ناكلوهم ونخليكم معانا ونحطكم في الجنة. دابا كنصوت الراس ديالي انا وصاحبتي، كنصور لكم لي ديتاي كاملين، وهذا هو كيف الوعد ديالي.
هذا الراس تحت فيه الشعر بزاف في الصباح وانا شاعله عليه النار والو درت هكا لي قالت باش يديا ما يتوسخوش. هاد الكرينات راه طلع عليني تشوطو ودابا في النهاية غادي كنحيدو لهم هادو راكم عارفين. صافي هكا حتى نكمل ونوريكم النتيجه كيفاش غادي يجي. ودابا سالينا الشواط وكنغسلوا الريوف ديالنا انا وصاحبتي كما كتشوفوا راه صراحه شوطناهم مزيان مقطع غبا وكذلك حطيناهم في الزبده غير هذيك حنا الزبده نوريها لهم هذه الزبده جديده هي باش حكيناهم داك الشواط وصراحه تنقاو لينا وهكا ايوا ان شاء الله حتى هانتوما كما كتشوفوا للكريعنات حتى نطيبوهم ونوريو لكم كيفاش غايجيو ان شاء الله. خليكم معنا صافي صافي رجعت في برا هاني بديت دابا ان شاء الله غادي نشويو الكبده كما كتشوفوا اول حاجه غادي نقطعها طريفات وغادي نشويوها شويه في فوق الجمر حنا ما كنسلقوهاش كاين اللي كيسلقها مي من الاحسن ما تسلقوهاش الا سلقتوها كيمشيو لي فيتامين اللي فيها صافي كديروها شرائح هكا وكتشويوها حنا ما غنوريكم الطريقه كامله وكتجي صراحه بنينه حسن صافي اللي غليظه كتقسموها على جوج واللي جايه في لي نوفل كتخليوها باش ما تجيكمش عاوتاني ما فيها والو دابا درناها في الشوايه هكايا ودابا راه كيوصلوا لنا الفاخر باش نمشيو نشويوها ونكملوا معكم لي بروش. هنايا دابا جبنا هذيك الكبيده اول حاجه غنشويوها نيشان هكايا نشويوها عاد غنقطعوها عاد غادي نعاودو نديرو لها العطريه اييه دابا شويناهم غير نص شويه بيبر دابا هنايا شويناهم نص شويه دابا غنقطعوهم ان شاء الله مربعات نقطعوهم كبار شويه هكا حنان باش نحسو بولفه قياس وصافي ماشي كبار عاودو لا مويان ها انت كتعرفي الشغل تبارك الله الله يبارك فيك انا نوريك عاد راه كي تي مولات الشغل شويه داكا ياك كنحلم ديالي البريد داتا راه طلع درتو لنا حنا الله يعطيها الصحه بالنعناع هو داك النعناع عاد غادي ودابا نقطعوهم ونقطعو الشحيمات ديالنا ونديرو لهم بزيره ومليحه هانتوما معنا وهانتوما معنا دابا غادي نصايبو كيما كتشوفوا هادي اللي كنديرو في الدواره كنلويوها بهذه الطريقه وكنقطعوهم هكا غير صغيورين ما كنبغيوش الشحمه فيه بزاف ولكن ضروري ديك باش كيعطيو البنه دابا غنجيب لي بروشيط اول حاجه غادي نديرو العطريه حنا في العطريه ديالنا غادي نزيدو ديك الشحيم نزيدو هادي قالت لك الصديقه ديالي راه يقدر ما يكفيناش حنا اليوم راه عندنا العيد وبغينا نفرحو براسنا اييه اييه حنان كتقول لكم عواشر مبروكه شكرا مبروكة باش ما تمنيتو نتوما حنان راه وجديه وتحيه الناس الوجده
حنا غادي نديرو واحد المعلقه ديال الابزار، حنا هكا كنديرو البولفاف ديالنا، معلقه ديال الكمون وشويه الملح، صافي كنخلطوه. بغيتو ديرو مقيطه زويته ديروها، حنا انا ما كنديرهاش، صافي ديك الشحيمه راه غتطلق بنه كما شفتو. صافي هي هذيك، صافي كناخذوا هاد الشحيمه اللي وجدنا كما كتشوفوا، وراكم عارفين نفس الطريقه كتلويوها، وكنبقاو نصطفوها هكا في القطيبات ديالنا. غادي ندير معكم قطيب ونكمل ونمشيو نشوفو جميل. وهكا بالنسبه ليوتيوب وزات اللي عندي في القناه، كل واحد يورينا الطريقه ديالو، وهكا كنبارطاجيو لافورماسيون بيناتنا، وكنوجه لكم تحيه من امريكا، وكنقول لكم عيد مبارك سعيد غدا، كل ما كتمنوا نتوما وليداتكم والازواج ديالكم. صافي غادي ندير ربعه ربعه في كل واحد. دابا غادي نبداو القطيبات ديالنا الكبيضه تشوى ونطلقها. يلا حنا كنشوفوا مشاهدكم، صافي بارك عليهم بارك. احنا يدينهم باش ناكلوهم. دابا حنايا كنوجدوا التقليه، هنايا قطعنا الكرشه مربعات، ودابا غنقطع الريه. انا وصاحبتي راه حنا معاونين فيها، بغيت نوريكم الله هنا. هنايا الريه غنقطوها غير بالمقص هكايا، بغينا نديرو التقليه هذه كنديروها صراحه نهار العيد. وقلت لكم منال ديروا لي سبسكرايب ياك منال. ايه قوليها لهم سبسكرايب فور ماي سيس شانل بحال هكا اف هذا وديروا سبسكرايب للمنال. اند اف هذا فيديو جيت just only if you want 100 likes. قلتكم وصلوا لي لا فيديو ديالي 100 لايك. I did their video مع انا. يس معنا اللي راه عندها لاشين ديالها، دابا نحط لكم ديال الصغار، دابا نحطها لكم في صندوق الوصف، بغيتكم تدخلوا عندها تشجعوها، هي باقا صغيره يا كما شيري. ايه وهكا حتى غنسالي ونوريكم الطريقه باش غنوجدوا التقليه. دابا حنا كنوجدوا التقليه، هنا صاحبتي شلضات واحد البصله كبيره، وكتحط واحد ثلاثه الثومات، كتبغي الثومه باش تبننها. انا كنصور لكم اليوم شهيواتي وشهيوات حنان صديقتي. ودابا غادي نضيفو عليهم، هنايا قطعنا كيما شفتو الريه مربعات، هاد ديك الكرزوطه، الكرشه، كاع داكشي ديال الخروف، راكم عارفين التقليه باش كدير. نرميهم نيشان دابا ياك، دابا غنرميهم في الكوكوط. بسم الله ونديرو لهم الربيع، ونحكو منهم واحد المطيشه والعطور، زويته بلديه، كمون، شويه الحر الحاره، ابزار، خرطوم كبير، داكشي. وهنايا دارت واحد شويه المصيرنا دفراتهم حتى كيطبخوا، عاد غادي تزيدهم التقليه ان شاء الله. وهكا فاش طابوا نتلاقاو باش نوري لكم كيفاش جات. هنا درنا حكينا المطيشه، درنا زويته بلديه مليحه ومليحه، وهي غتقدر العطريه
باش اللي ما عمرو دارها وبغى يديرها يعرف الطريقه كامله. سكنجبير معلقه كبيره كما كتشوفوا، راه درنا كونتيتي حنايا ديال التقليه اللي كثيره ما شاء الله. سكيفي خاصها العطريه تكون كثيره. كمون، هذا الكمون معلقه حتى هو كبيره. الحر الحاره التحميره، غتبان لكم ليمونيه ولكن هي راه حمراء غير الضوء بلديه. هذه هي البلديه. دابا غدير الخرقوم. الله ريحته ريحته عافيه قوي زوين. الله يعطيك الصحه. الابزار باقي لنا الابزار ومليحه درتها درتيها ياك. صافي دابا غادي نخليوها تقلى ونديروا لها ميها وشويه القزبر مطحون. اييه واحد راس معلق هذا المدقوق وراه دايرين فيه هذاك الخضر. وصافي دابا غنخليوها تتقلى. ودابا بعد ما درنا القليه الطيب غنمشيو نجلسو نرتاحو. شوفو اختكم بان فيها العيا النهار كله وانا جري عليا نجري عليك. انا وصاحبتي والله الا تسخسخنا تهدينا. ايوا هذا هو العيد. هنايا كما كتشوفوا بعد ما تقليت وجدت دابا ان شاء الله غادي نحطوا العشاء. خليكم معنا شوفوا جات صراحه خطره وزوينه، وخا صراحه كتكون طالعه راه كتنزل. ايوا كنتمنى تعجبكم فيكم. شوفوا حنا راه كنا عمرنا حتى لهنايا وشوفوا دابا قداش كينزل تبارك الله داك الشيء. ايه دابا غنزيدوا لها شويه كمامينه بلديه صافي وغادي نقدموها. هي باش تبقى منسمه ليكم. كمون بلدي حلو حتى التالي باش الفائده ديالو. هنايا كما كتشوفوا بعد ما تقليو وجدت دابا ان شاء الله غادي نحطوا العشاء. خليكم معنا شوفوا جات صراحه خطره وزوينه، وخا صراحه كتكون طالعه راه كتنزل. ايوا كنتمنى تعجبكم فيكم. شوفوا حنا راه كنا عمرنا حتى لهنايا وشوفوا دابا قداش كينزل تبارك الله داك الشيء. ايه دابا غنزيدوا لها شويه كمامينه بلديه صافي وغادي نقدموها. هي باش تبقى منسمه ليكم. كمون بلدي حلو حتى التالي باش الفائده ديالو. درنا شليضه د الخيار ومطيشه ونديوها. دابا حنا غنقدمو التقليه ديالنا في طبق التقديم دابا يصير بلدي ديال المغرب. نديرو لها هاك. اييه ما كان لا زواق لا والو، بلا زواق. حنا راه مصورين لكم اليوم نهار بلا زواق. داكشي كيما كنديرو في الايام بيناتنا. حبينا نشاركو معكم العيد في امريكا والاجواء ديالو، هذا هو الهدف. مرحبا بكم ومرحبا بكم عندنا. وصراحه كما كتشوفوا التقليه جات كتشدني انا شخصيا كنحلق عليها. ودابا غنديو التليفون يلاه وهكا البنات كان يوم العيد ديالنا. كنتمنى من لا فيديو ديالنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب سبسكرايب الى اللقاء سبسكرايب.